اليوم رانا شاركنا في معرض التغليف باش نوريو المصدرين الباكيجينغ اللي موجود في الجزائر، ان شاء الله يعجبهم ويعاونونا باش نحسنوا باش يورونتيونا باش نحسنوا النوعيه ولي مودان. كنا المنتوج تاعنا الحمد لله احنا صدرناه بلدان عده بلدان، كاين تونس السنغال، صدرنا المغرب وتونس. المبيعات بون حنا الاولويه سي السوق الوطنيه والتصدير بون حنا صدرنا في القديم، بعد جات هذيك لا بانديمي حبسنا التصدير وان شاء الله نسيونا اون فارو بروندر نجيبوا ماده اوليه تجيب من الخارج ونصنعوا هذه البريفورم، صنعوا من البريفورم بوشون والقرع، صنعوا كل عندنا كاع نصنعوا من البريفورم حتى تسمى لو باكيجينغ كومبلي. شوف الماده الاوليه هي مستورده، اذا الندره كي تكون تاعها الندره كيما كاع المواد الاوليه، نهار كاين نهار ما كاينش، مي الحمد لله كاين، حنا نلقاو عندنا توجور ستوك، نخدموا سير ستوك، دونك عندنا توجور مواد اوليه، المواد الاوليه موجوده الحمد لله.